بعد تغطية عدد من ابتكاراته في نشراتنا السابقة، نرصد اليوم آخر ابتكارات ابن الشارقة المواطن سعيد الكدبي الذي سخر خبرته في التكنولوجيا لحماية الآثار وتوثيقها عبر ابتكار روبوت مخصص لعملية التنقيب. ريم عيسى والتفاصيل. ما أجمل أن يطور الشخص من نفسه، يبدع ويبتكر، وكم هو أجمل ما يقدمه من وقت وجهد ليخدم وطنه ويصون كنوزه الأثرية. شغف وحب وانتماء عنوان قصة جديدة بطلها سعيد الكتبي، العاشق لتاريخ وتراث وطنه، عشق دفعه للبحث عن الآثار الشاهدة على عراقة الإمارات، مسخراً ما نهل به من علم في الوصول لغايته، ما جعله يبتكر روبوتاً مخصصاً لعمليات التنقيب. هذا الروبوت متخصص حق التنقيب، في ميزات كثيرة. أول شيء مخصص حق الرمل، يعني حق الصحراء أجواءنا. اثنين، يشتغل بالطاقة وقابل أنه يتعبى بالطاقة الشمسية، مو محتاج يعني ترجع تعبيه مرة ثانية وترجع في نفس الموقع، تقدر تستخدم الطاقة الشمسية في أنه يشحن مرة ثانية. قوي جدا، يسحب ما يقارب طن من الصخور، من يعني الأشياء الثقيلة. يقدر يعمل عملية البحث بطريقة أوتوماتيكية من خلال تدفق الهواء من مضخة الهواء الموجودة من الفتحة من الخلف. يقدر يشيل المعدات الثقيلة، يدخل في المناطق الضيقة خاصة الجبال والكهوف والمناطق يعني الصحراوية اللي ما تدخل فيها السيارات العادية، يتحمل الحرارة. وعن فعالية الروبوت أطلعنا الكتبي على نجاحه في إيصاله للعديد من المقتنيات الأثرية، لكنه ما يزال يسعى لتحديثه في الفترة المقبلة. تحمل مسافات بعيدة، تحكم عن بعد، نقدر نتحكم فيه عن طريق غرفة تحكم، أو نقدر نستخدم الريموت، التراكنج اللي هو تحليل البيانات من خلال إضافة الكاميرات لتوثيق مراحل البحث من البداية للنهاية. وإن شاء الله هناك بيكون هناك في تطوير كبير من ناحية الأدوات الإضافية. عملات تعود لعصور زمنية مختلفة وغيرها الكثير، هو ما رصدته كاميرا أخبار الدار في منزل الكتبي قبل أن يعرفنا على محاولاته لترميم بعضها في ظل فضاءات التكنولوجيا. أنا كمبتدئ بتكون عندي مسألة تركيب فخار صعبة، وخاصة إذا كان هناك قطع كبيرة ومنتشرة في منطقة كبيرة من ناحية الألوان وكذا. فاستخدمت تكنولوجيا الـ AI، فالكمبيوتر مجرد ما تحط صورة على القطع اللي أنت تحصلها فيركبها من خلال قراءته لحدود القطع. فكانت هاي التكنولوجيا ساعدتني في تجميع القطع. أقدر أسخر هذه التكنولوجيا في دراستها في المستقبل، يمكن أسخرها في متحف يعني إلكتروني، أو عن طريق الـ AI أو الـ AR Artificial Intelligence. فدائماً أحب أن التخطيط والتوثيق يكون عن طريق الكمبيوتر، وأستعين بالبيانات لما أحتاجها في المستقبل. كل هذا وما يزال في جعبة سعيد الكتبي الكثير ليقدمه حسب ما أوضح لنا، واعداً بتسخير وقته وجهده من أجل صون هذه القطع الأثرية ليضعها بين يدي الجهات المختصة بالإمارة.